بسم الله خير الأسماء، والحمد لله رب الأرض والسماء، والصلاة والسلام على خير الخلق وخاتم الأنبياء نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه الأوفياء الكرماء، وعلى من تبعهم بإحسان من العلماء والقراء والفضلاء. اللهم احشرنا معهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فالسلام عليكم إخوتي أخواتي ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ندوة حول ليلة هي خير الليالي. فكما نعرف أن شهر رمضان هو أفضل الشهور وخيرها عند الله، فإن ليلة القدر هي أفضل ليالي هذا الشهر. حول ليلة القدر وحول سورة القدر وحول ليلة خير من ألف شهر تكون ندوتنا وحديثنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة مع ثلة من أهل العلم والدعوة الذين يحبون الخير لهم ولإخوانهم وأخواتهم. وبدءا من على يميني فضيلة الشيخ سالم جابر، وعلى يمينه الشيخ محمد المحروق، وعلى يميني من الجهة الأخرى الشيخ الحاج محمود بن حمزة والشيخ الهادي شكلوون. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة الطيبة المباركة حول ليلة القدر والتذكير بها والحديث حول فضلها واغتنامها، فإنها خير من أكثر من 80 سنة يقضيها الإنسان، ونعمة ينبغي ويجب علينا أن نجلها ونقدرها وأن نحافظ عليها وأن نغتنمها في كل عام من أعوامنا الطيبة المباركة. وبداية بشيخنا الشيخ محمد المحروق حول هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى على نعمه وعلى ما تفضل به من إفضالات وكرمه، ونصلي ونسلم على الحبيب المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الكرام وصحابته الغر العظام، وعلى التابعين ومن سلك منهاجه إلى يوم اللقاء وإلى يوم البعث والنشور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إن الله تعالى اصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من البشر رسلا، واختار من الليالي ليلة القدر، واختار من الأيام يوم عرفة، وفضل شهر رمضان على بقية الشهور. كل ذلك امتنانا على خلقه وعباده، كل ذلك من أجل أن يفيض عليهم من وبل عطائه وكريم جداه ونواله جل وعز. لولا القرآن الكريم ما كانت ليلة القدر، ولولا القرآن الكريم ما كان صيام هذا الشهر شهر رمضان. فالظرف يشرف بشرف المظروف فيه. غنت ليلة القدر عن طلعة البدر، كما غنت ليلة عن طائل العمر. الله أكبر. الظرف ليلتها للآي شرفها
فنورها ساطع من محكم الذكر. الله أكبر. طوبى لحائزها أعطي جوائزها من سابغ الغفر مع وافر الأجر. الله أكبر. هذه الليلة هي من خصائص أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، من خصائص هذه الأمة الكريمة المباركة الخيرة التي اجتباها المولى تعالى، كما اجتبى الرسل والملائكة، اجتبى منهم رسلا، وكما اجتبى من الأيام والليالي اجتبى هذه الأمة واختارها لهذا التكريم لقلة أعمارها، وهذا فضل عميم وأجر كبير جسيم. ما كانت ليلة القدر لولا القرآن، وما كان هذا الشهر أيضا لولا القرآن. إذن محور الاهتمام، نعم، وغاية المرام، نعم، هو القرآن المجيد، نعم. فلا بد، وقد تصرم الشهر المبارك، من محاسبة النفس، ماذا جنت من هذا الكتاب، وماذا استفادت من هذا الكتاب المبين الكريم. هذه محاسبة ينبغي أن تكون في ليلة القدر وفي آخر هذا الشهر من ليلة القدر فما بعد، من الفاتحة إلى الناس، من الفاتحة إلى الناس. نعم. يراجع كل مسلم ماذا استفاد من تلاوته للقرآن المجيد، ماذا تزود به من العبر والدروس ومن الأحكام ومن العظات، ما مدى تأثره، وما مدى تأثره واعتباره بما في كتاب الله من الآيات الحكيمة. لأن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة، نعم، ولم ينزل لمجرد التعبد به في الصلوات، نعم، إنما نزل لكل ذلك وأكثر من ذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. نفهم من هذا شيخنا أن شرف الليلة بشرف نزول القرآن الكريم. نعم. يعني هذا أمر، نعم. نعم، هذا أمر ينبغي لكل مسلم، لكل مؤمن، لكل موحد أن يعي ذلك، حتى يعرف قيمة هذا الشهر، وحتى يعرف ما معنى ليلة القدر. ما كانت ليلة القدر لولا القرآن؟ ولا ننشغل بالليلة ونترك القرآن. نعم. نعم. هذا طبيعي. ذكر الإنزال قبل الليلة. نعم. ما قال ليلة القدر أنزل فيها القرآن، إنما قال إنا أنزلناه. نعم. والضمير للقرآن هذا. نعم. كيف يفهم ولم يذكر قبله شيء؟ يعني. القرآن. اللي من علاقة بالسورة العلقة. نعم. 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 هذا كله وارد، أن يكون هذا الضمير الذي يعود على القرآن يشير إلى القرآن، لأن القرآن كما يلاحظ كل قارئ متأمل متدبر، الحديث عن القرآن يتكرر في كثير من السور، كثير من السور نجد في مستهلها، في افتتاحها، في بداياتها الكلام على القرآن، فكأن هذا التذكير المتوالي يكتفى بالضمير، يكتفى فيه بالضمير، لا سيما وقد، نعم، تناهى القرآن الكريم، قربت نهايته، فكم تكرر ذكر القرآن؟ لأنه عالق في ذهن، في المكي والمدني. نعم، نعم، هو حاضر، حاضر دائما، فالضمير يكفي. وأحسنت بهذه الملاحظة الذكية، الملاحظة
التي هي من عطاء القرآن الكريم، إنا أنزلناه. هذا يؤكد أيضا ما كنت أشرت إليه من أن المراد من هذه الليلة، من رفع قيمة هذه الليلة، هو كونها وعاء للقرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال أيضا في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ذكر القرآن ربما تقدم في أول الدخان، فالضمير يعود عليه، لكن إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي تقريبا تساوي في المقام هذه الآية. نرجع إلى البركة والقرآن إن شاء الله. وننقل حديث إلى شيخنا الشيخ سالم جابر حول هذه الليلة وهذه النعمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن، ومن كان خلقه القرآن، وميراثه القرآن، ووصيته القرآن، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. إنا أنزلناه إضافة إلى ما ذكره الشيخ واستفدنا منه في هذا الحديث الشيق الطيب، ذكر الضمير كناية على أن هذا الأمر سيكون القرآن معرفة ويعرفه كل أحد، فيكتفى فيه بذكر الضمير، وخصوصا أن الصورة مكية. فهذا كأنه تنبؤ بالمستقبل أن هذا القرآن لا داعي أن نذكر حتى اسمه، مجرد الضمير يعرف. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، ذكرت القدر ثلاث مرات في السورة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر. وربما يرى البعض أن هذا تكرار، والتكرار فيه ثقل، لكن إذا عرف المعنى زال الإشكال، لأن القرآن له متعلقات. نزل كونه كتاب، ونزل على نبي، وأمرت أمة بتطبيقه، فهو كتاب ذو قدر، على نبي ذو قدر، على أمة ذات قدر. أحسنت. فهذا أيضا مع أن الصورة مكية، وما زال القرآن أكثره لم ينزل، لكن إخبار بأن هذا الكتاب سيكون له قدر، والأمة يكون لها قدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون له قدر. هذا الجانب أول. أنزلناه في ليلة القدر، سبحان الله، واستمر نزوله 23 عاما، ونزل كله في ليلة واحدة إلى سماء الدنيا، من لوح المحفوظ لسماء الدنيا. فلماذا هذه التنزلات؟ لأن في النزول تحصل البركة، فالنزول من الأعلى إلى الأسفل. فإذا كان نزول الماء من السماء مباركا، فيحيي الأرض وتخرج ثمارها وأنواعها وفواكهها وألوانها وأطعومها، فما بالك بالوحي إذا نزل على القلوب؟ كم يخرج لنا من ثمار، كم يخرج لنا من فواكه، كم يخرج لنا من حكم ومواعظ ولآلئ ودرر وجواهر لا حصر لها. وأحسن من وصف بأنها مائدة القرآن. نعم. أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدراك وما يدريك تتكرر في القرآن، فإذا قال له وما يدريك لا يخبره، كما حدث في قضية الساعة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، لم يخبره. لكن إذا قال له وما أدراك، سبحان الله، هو من هو في علمه واطلاعه وتقواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم قدر هذه الليلة. فمن يحاول أن يحيط بكل أقدار هذه الليلة لا يمكن، والفضل كله يرجع إلى نزول القرآن فيها كما ذكر الشيخ. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول له الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر،
أنت لا تعلم شأنها ولا مكانتها ولا عظمتها إلا إذا أخبرتكم. ومن رحمته أنه أخبرنا، فأخبرنا أن ليلة القدر خير من ألف شهر. الكثير يركز على أنها هي خير من ألف شهر فقط، فهل الألف مقصود لذاته؟ العدد في أغلب كلام العرب والقرآن نزل بلغتهم، العدد لا يقصد لذاته وإنما يقصد منه التكثير. فالألف عند العرب مضرب مثل لأعداء لأعلى الأعداد. ثم كلمة خير بهذا الإطلاق هي لا تعدل ألف شهر، بل هي خير من ألف شهر، وكلمة خير مطلقة فيدخل تحتها أشياء كثيرة. نحن نريد أن نعيش مع هذه الليلة كأننا نستقبل القرآن ونحن نقرأه، كأننا نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تصلي التراويح أو القيام أو التهجد. لابد أن تنتقل بجسمك وكليتك وهذا المسجد الذي أنت فيه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتل عليك هذا القرآن. عندها تعلم كأن القرآن نزل الساعة غضا طريا. ثم نترقى في السماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من من؟ من جبريل. فنحاول كأننا نسمعه من جبريل. ثم لا بأس لو ترقينا في السماء وكأننا نسمعه من الله سبحانه وتعالى، لأنه كلام من؟ الله. كلام الله سبحانه وتعالى، فنعطيه عند ذلك قدسيته من الإنصات والاستماع. إذا كانت أجهزة الإنصات والاستماع لم تصب بعطب، وأعني بالعطب التشويش الشيطاني، التشويش اللا إعلامي، التشويش المفسد للأسماع، فعندها لا نستفيد من القرآن. وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا. جميل. وانتبه لكلمة وأنصتوا لعلكم ترحمون. نرجع إلى بركة الليلة وإلى القرآن وإلى سورة القدر وما فيها من تنزل الملائكة والسلام، وننتقل بالحديث إلى شيخنا وأبينا الحاج محمود ليذكرنا بهذه النعمة وبتجليات الله سبحانه وتعالى وكيف يكون اغتنام هذه الليلة. تفضل. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. واحنا نتكلم على ليلة القدر وعلى نزول القرآن، لكن قبل أن نتكلم على ليلة القدر ونزول القرآن كل واحد يشوف نفسه ويراجع نفسه لما نقول وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم. شوف شن تحس، شن شعورك، شن إحساسك، شن محبتك. هذا أنت تقول أنك ديما تقول فيها وتقول فيها بيقين، كل ما تنطق بها كل ما تتلدد في معاني كبيرة ما تقدرش تعبر عليها ما حسيت. الله أكبر. نرجع لليلة القدر. يكفي ليلة القدر لما يجينا رجل عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء، إنسان يعتاد بكلامه، يقول لك راه الليلة الفلانية فيها وفيها، يقول الكلمة هذه قالها لي فلان، قالها لي فلتان. من قال؟ قياس مع الفارق ولله المثل الأعلى. ربي قال ليلة القدر خير من ألف شهر. من اللي قال الكلام هذا؟ قال رب العزة. الله أكبر. قال رب العزة بجلالة قدره. صدقت. يا إخوة يا كرام. الله أكبر. يا إخوة يا كرام، صحابة رضي الله عنهم لما يتفكروا رحمة ربي يبكوا، ولما يتفكروا عذاب ربي يبكوا. لكن احنا نتكلم في الرحمة. من ضمن الرحمة في بعض ناس تلقى قبل شهر رمضان بشهرين ثلاثة، يقول الجو جو رمضان، سبحان الله رمضان قرب، هو لي ثلاث شهور ما زال حس بنفحات رمضان. اللي حس نفحات رمضان من شهر رجب حس بنفحات شهر شعبان، اللي حس بنفحات شهر شعبان حس بنفحات شهر رمضان، واللي حس بنفحات شهر رمضان حس بنفحات ليلة القدر. الله زادك الله خير. ما شاء الله. ترتيب جميل. شن يصير؟ ما شاء الله. اللهم طهر قلوبنا. الله أكبر. واستر عيوبنا. آمين. لكن في حاجة، أنت تو في الدنيا يجي واحد يبي ياخذ عسل زعتري حقاني، يبي إناء، يبي سمن غنمي حقاني، يبي الإناء. كذلك كلام الله يبي الإناء. من ضمن الإناء أن الإنسان
يطهر قلبه، لأن هذا المكان يشوف فيه المولى سبحانه وتعالى. ما هو ليلة القدر خير من ألف شهر. أنت شوف من أول يوم حاجة من الحاجات المادية الملموسة شنية، لمة العيلة عند الإفطار. ما هو كيف العائلة ملمومة في مصر، الأقباط أن يدوروا في نفس الجلسة لكن فيها شيء ناقص. شنو هو الشيء الناقص؟ روحانيات الإيمان، روحانيات الإيمان. فطر بلا صيام، فطر بلا صيام بيصيام. هذه واحدة. الحاجة الثانية، تعال أنت في الأيام العادية دير اللمة والتقعميزة بعائلتك أحسن من التقعميزة هدية اللي تدير فيها في ليلة رمضان. لكن علاش ما يكونش عندك نفس الإحساس ونفس الشعور؟ لأن كان هذه جلسة مع العائلة لها طعم غير ما كانت قبل. وما لشين فيه تاني من النفحات الربانية في شهر رمضان وفي ليلة القدر. كذلك يا إخوة الكرام، وإحنا نتحدث في الكلام هذا باش نفيد بعضنا البعض، نذكر كل واحد منا في هذه النفحات. أول حاجة ديرها أخي المواطن، اسمعني اسمعني مع وجود العلماء، نذكرك نذكرك بحاجة، ذكرك بصغيرتك بجوزتك بمستقبلك. الجلسة هدية في رمضان كان ديرها ديرها. مش تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش تحب ليلة القدر؟ مش تحب دير هذه؟ شنو تدير؟ استحضر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال سل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. اسمع الكلام وامتثل لي، شوف شن تكون العاقبة بعد تطبيقك لهالكلام هذا. سامح مع أخوك، سامح مع نسيبك، تسامح مع جوزتك، تسامح. هذه نفحات كلها في ليلة القدر. رب العزة بيغفر ويسامح ويعطي، وما نغفروش لبعضنا البعض، ما نسامحوش بعضنا البعض. الدنيا فانية يا إخوان. وشين هالرب العظيم هذا؟ شين هالرب العظيم هذا؟ شين هالرب العظيم؟ كرم بعد كرم، أبدأ من شهر رمضان المبارك أولى رحمة ووسط مغفرة وآخر عتق من النيران. الرحمة، ذوق الرحمة في العشر الأوائل، ذوق المغفرة في العشر الأوائل. ليلة القدر خير من ألف شهر. من قال الكلام؟ قال تحت كلامه صدق الله العظيم. بارك الله فيك أبانا الفاضل على هذه الحديث الماتعة، وركزت فيها على القلب الذي وصفته بالإناء وأنعم به من وصف. بارك الله فيك. انتقل بالحديث لأخينا الحاج الهادي شكلاوون ليحدثنا بما يجول في خاطره حول هذه الليلة وما يريد أن يحرك به مشاعر إخوته وأخواته المتابعين لهذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على سيد العارفين وإمام المعلمين رسول رب العالمين. أخي المشاهد الكريم، نلتقي في هذه الليلة المباركة في أعظم ليلة، ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر ليلة التقدير والتدبير، ليلة القدر ليلة القيمة والمقام، ليلة الاتصال بين الأرض والملأ الأعلى، ليلة بدأ فيها نزول القرآن على أطهر قلب نبينا محمد، اللهم صل وسلم وباركه. يا له من تشريف ويا له من تكريم. ليلة خير من ألف شهر. سبحان الله، رحمة الله، الرحمة توضح في هذه الآية، خير من ألف شهر. الله سبحانه وتعالى من رحمته يعطي الكثير على القليل، من الرحمة يعطي الكثير على القليل. والعمل الصالح مذكور ومحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. فليلة خير من ألف شهر، تكريم لهذه الأمة وتحفيز. الطاعة فيها والعبادة فيها خير من ألف شهر. هي ليلة كسائر الليالي، ورحمة بالأمة، رحمة بالأمة. ليلة 24 ساعة، ولكن العمل فيها خير من ألف شهر. وبدأ
وبدأت الصورة إن تعظيم توكيد الله التوكيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأن هذه الليلة خير من ألف شهر، فكيف نغفل عنها؟ كيف لا نحتفل بهذه الليلة؟ هذا تكريم، هذا تشريف لهذه الأمة، فيجب أن نستفيد ونحن في شهر القرآن، في شهر الانتصارات، في شهر بدر، في شهر فتح مكة. أغلبية المعارك حصلت في هذا الشهر الكريم، خير الشهور شهر رمضان. الحاج الهادي، أما سهرها فمعتاد، ومرت بنا الليالي الفائتة كلها سهر وأحاديث وأكل ومطاعم، لكن كيف يكون سهر هذه الليلة ولو جزء منها؟ يعني وجه إخوتك وأخواتك لهذا الأمر. لا شك أن هذه الليلة ليلة عظيمة شرفنا بها الله سبحانه وتعالى، ليلة نقضيها في طاعة الله، في تلاوة القرآن، في التدبر في القرآن الكريم، تسبيح، في التسبيح، في التهليل، تسليم، في التوبة إلى الله، في التصلية على الرسول، في الاستغفار، الدعاء، في الدعاء. ليلة رضا الوالدين، الرضا، الواحد يحاسب نفسه فيها، يعيد حساباته. ليلة خير من ألف شهر، فالإنسان يستفيد من هذه الليلة المباركة في طاعة الله، في ذكر الله، في التسبيح، في التهليل، في جميع أنواع الطاعات، في التفكر فيه. من أنت؟ من أين جيت؟ وما المصير؟ تذكر. هناك ثلاث محطات بتمر بين كل إنسان. الموت فالقبر فالجزاء. الموت والقبر فالجزاء. إن استطعت أن تفر من هذه الثلاث فافعل، ولن تستطيع. كلا والف كلا، لن تستطيع لا بمال ولا بولد ولا بحيلة. نعم بارك الله فيك شيخ محمود. نسمع منك ولو قليل، الوقت قليل. هو نعم شيخ محمود بغزي، الحقيقة هذه ليلة طيبة مباركة، وليالي هذا الشهر كلها طيبة ومباركة، وليالي المؤمن كلها إذا قضيت في طاعة الله سبحانه وتعالى والتذكير تكون طيبة، وأمر المؤمن كله خير. فأتوجه إلى إخوتي وأخواتي كذلك، الحديث للرجل والمرأة على حد سواء، لأن مطلوب بها المؤمن، كل المؤمن. ولما نجو بحساب دقيق قليلا نضرب الحساب، نلقوا في هذه الأيام اللي هي أيام الصيف الثلث ليل والثلثان نهار. نعم. يعني تلقى ما حدود الساعة الثامنة تزيد تنقص. نعم. في هذا الشهر هذا المغرب، والفجر في حدود الرابعة، فيبدأ 8 ساعات لليل وستة عشر ساعة للنهار ثلث. هذا الثلث لما نحول منه ساعة الإفطار، ثم انتظار العشاء، ثم صلاة التراويح، وساعة السحور اللي قبل الفجر، شيء قعد منه، قعد منه 3-4 ساعات هدينا، وحتى مش كلهن. المهم اللي ينبغي كما يعرف إخوتي وأساتذتي والمستمعون كذلك، أنه لا يشترط أن تقام من أولها إلى آخرها. نعم. إنما ولو جزء منها، يعني ما يتعودش الإنسان ديما أكل، ديما شرب، ديما لغو، ديما حد غفلة، ديما حد يعطر لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، يأخذ المصحف. الحقيقة والله التي أقولها وألحظها وألاحظها ابتداء من نفسي ومن كثير من الناس، أننا هجرنا المصاحف في المساجد وفي البيوت، عندنا مصاحف فيه اللي لم تفتح بط. الله أكبر. يعني اشتريت ويدور في المصحف المنمق المزين المذهب اللي خطه جميل اللي زنته جميلة، ويحط عرض في المكتب ويحطه في المكتب. ولكن ماذا يعني لو لم يفتح ولم يقرأ؟ وماذا لو قرئ ولم يفهم ولم يعمل به؟ فالحقيقة الابتعاد عن القرآن وعن شهر القرآن وعن ليلة القدر فيه الحقيقة غفلة، وفيه إضافة قليلة. إضافة قليلة. نعم الوقت. أخي المشاهد الكريم، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليس لنا باب إلى الله إلا باب المصطفى. نعم. أخي المشاهد الكريم، كل الطرق مزودة بأجهزة تحديد السرعة إلا الطريق إلى الله. كل الطرق مزودة بأجهزة تحديد السرعة إلا الطريق إلى الله، مكتوب عليه سارعوا. نعم. سابقوا ففروا. نعم. فاسرع كما شئت فإن منتهاه إلى الجنة. بارك الله فيك. نسأل الله أن يجعلنا من المتسابقين ومن المسارعين. نعم. استراحة ثم نواصل بعد ذلك إن شاء الله. Ha
زكاتي نعم 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 هذه زكاتي نعم نعم تقبلها يا ربي أحقق كل أمانينا تقبلها يا ربي أحقق كل أمانينا وبالرحمة. احنا دائما دعم لأبنائنا يعني دعم متواصل الأبناء يجدوا الأباء وراهم فهي دفعة قوية للشباب ورفع معنوياتهم ويشعروا بالألفة ويشعروا أن وراهم يعني مسند كبير فاحنا حقيقة دائما أولادنا ولابد أن نتابعهم وهذا من باب مسؤولياتنا احنا. زكاتك جهاد في سبيل الله لدحر الخوارج البغى. تقبل الزكاة في كل من مسجد القرافي طرابلس السبعة خلف وزارة الشباب والرياضة، مسجد عبد الله بن عمر طرابلس المدينة السياحية، مكتب الأوقاف مصراتة، الكائن بشارع بنغازي. يا ليلة زانها ربي وشرفها تنزيله في دجاها نور قرآني. دستور حق وتشريع وتربية يبقى وإن زال هذا العالم الفاني. رب رسول الله طبعا رب والقرآن كذلك رب رجالا مغاوير اهتدوا وغزوا إن الرجولة من نار ونيران. أمسى بلال به من ذلة ملكا وصار سلمان شيئا غير سلماني. لله فتيان حق لو رأيت فتى منهم ترى ملكا في زي إنساني. فمن يداني أبا حفص وصاحبه ومن يداني عليا وابن عفان. هذا الكتاب غدا في الشرق وأسفا شمسا تضيء ولكن بين عمياني. فاللهم اهدنا صراطك المستقيم ونورنا بنور كتابك المبين. حول ليلة القدر وسورة القدر يستأنف الحديث شيخنا الشيخ محمد المحول. نعم بارك الله فيك. ليلة القدر لها جوانب عدة ينبغي ألا نحصرها في ليلة 27 من رمضان في مفاهيمنا السائدة، أن نحصر أمورا كثيرة ثم نتوانى في اغتنامها ونتوانى في السعي إليها وفي الرغبة فيها والحرص عليها والنهل منها. نحن نحصر ليلة القدر في 27 من رمضان، وهذا الحقيقة تضييق لأمر واسع. ونقرأ في الحديث الشريف التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، فهذا توسيع لزمان ليلة القدر. ونحن نضيقها في ليلة قد واحدة. تكون فاتت في ليلة 21 أو الثالث والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين. نعم. أو وما التاسع. بقي إلا 27 والتاسع والعشرون. نعم. أيضا نأخذ ليلة القدر أنها ليلة 27 ثم ننسى ليلة 29، التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. والذي أريد أن أضيفه أيضا وربما هو يعني من قبيل التحليل ومن قبيل تركيز التنبيه، ألا وهو أن ليلة القدر
سواء قلنا في الوتر وهذا النص سمعناه وهو نص نبوي صحيح، أو في ليلة 27 إذا ما تبقى عندنا إلا ليلة 27، ثم لا نغفل أيضا عن ليلة 29. نعم. الأمر الذي أريد أن أركز عليه أن الإنسان المسلم الصائم يجتهد يتحرى الوتر، يتحرى حتى ليلة 27 والليلة الباقية كما ذكرنا وكررنا، يتحراها بالاستغراق في عبادة الله، بتنقية قلبه وضميره وفؤاده ولبه، بتنقية الوعاء الذي تكلم عنه أبونا الشيخ محمود، بتنقية هذا الوعاء، لأن السر في هذا الوعاء إذا نحن لم نعمل على تنقيته طوال شهر رمضان، إذا لم نتحرى أيضا على تنقيته في مثل هذه الليالي الفضلة التي ذكرت في الحديث وذكرناها، فإننا نكون فرطنا في هذا الخير، خير من ألف خير. وبارك الله فيك على هذا التحليل الطيب، وهو أن ليلة القدر خير من ألف شهر، والألف وردت في أكثر من موضع أن الألف هو لكثرة العدد وليس لتحديد العدد. نعم. كما السبعين أيضا. نعم. أي نعم. وورد للكثرة حتى نعم. السبع هي أيضا لبداية الكثرة. نعم. والمئة. نعم. والمئة وهكذا. نعم. وهكذا. فنحن ينبغي أن نستغل ما بقي من رمضان، ولا نقول ضاع وذهب وكذا ونرجو متى، يعني ننتظر متى يكمل رمضان. ماذا تزودنا منه؟ والله لو بكى الإنسان من قلب حار حر وصادق وقلب مطمئن وقلب مفعم بالإيمان ملآن بالإيمان، بكى تائبا، يا رب قصرت، ماذا قدمت في هذا الشهر؟ ما قدمت نعم شيئا. نعم نعم. أنا أرضى عنه، فكيف يرضى عنه؟ كيف يرضى المحاسب المولى تبارك وتعالى عنه ويحاسب. نعم. هذه المحاسبة ليلة القدر ينبغي أن تكون محاسبة صدقية للنفس، لصدق. فإن من القلب الناقد بصير. فإن الناقد بصير. نعم نعم. نحن كثيرا ما نجامل أنفسنا ولا نحاسبها. نعم نعم. نربت عليها، أنت إذا لم يدخل مثلك الجنة فمن يدخل؟ الله والله هذا ما وقع حتى لأفضل الخلق بعد الرسل وهو نعم الصديق رضي الله عنه، ومعلوم كلامه مشهور حتى رسول الله لو كان نعم إلا أن يتغمدني نعم 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 نعم. نحن أتينا بالصحابة والأناسي غير المعصومين. نعم نعم. هذا فضلا. نعم. إذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد. لن يدخل الجنة أحد بعمله. نعم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. تغمد مثل ما يكون السيف في الغمد. نعم. يعني إلا أن يلفني ربي في رحمته، أن يعمني برحمته، لكن أن يغطيني برحمته. نعم. لكن نأخذ أنت افتح ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم نعم. فلا بد أن يعلم الله تبارك وتعالى فينا خيرا في هذه يعني الليالي الفاضلة. خيرا يؤتكم خيرا. نعم. الله كريم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نعم. يغفر لكم. هذا للأسرى الكفار. ما شاء الله رجعت للإناء. نعم. يعلم الله في قلوبكم. في قلوبكم. بدأت به ورجعت إليه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. نعم. فليلة القدر هي ليلة المحاسبة وليلة التنقية وليلة التدقيق مع النفس. نعم. فإذا حصل هذا اليقين
وحصل هذا الصدق والإخلاص فإن المولى تبارك وتعالى هو ينتظرك أيها العبد المؤمن، وكلنا لله عبد، ينتظرك كل ليلة. هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخره. والله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من أحدكم إذا من دابته إذا ضلت عليها طعامه وشرابه، والحديث مشهور ونشير إليه إشارة. وهكذا ينبغي أن نراها، أن نصدق المولى تبارك وتعالى في هذه الليلة صدقا، ونتوب توبة نصوحا. من تجليات هذه الليلة ما قال الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهل من كلمة حول الملائكة وعلاقة الإنسان بالملائكة والملأ الأعلى في هذا الشأن شيخ سالم؟ بارك الله فيك. تنزل الملائكة والروح، إذن نزول القرآن ونزول الملائكة ونزول الروح ثلاثة أشياء، والقدر ثلاث مرات. هذه الأمة ونزول الله نزولا يليق به في كل ليلة. نعم، من الليلة القادمة، لكن احنا داخل هذه الصورة. نعم، تنزل كلها. هذه الأمة تنزل لها الملائكة، الملائكة هي التي تأتي إليها. هذه الأمة الروح أو صنف من الملائكة تنزل إليها أيضا. هذه الأمة القرآن ينزل على نبيها. لكن السؤال، هناك تنزلات في القرآن عكس الملائكة، هكذا هو المفهوم، هم الشياطين، لأن الشياطين جبلوا أو لا يفعلون إلا المعاصي خبث والشرور، والملائكة لا يفعلون إلا الطاعات. نعم، لا يعصون الله ما أمر. فلا بد أن تختار كمسلم، لا بد من التنزل عليك، إما أن تنزل عليك الملائكة وإما أن تنزل عليك الشياطين. فإذا لم تنزل الملائكة فلن تنزل إلا الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ إذن عندهم تنزل على كل أفاك تنزل أثيم. على كل أفاك تنزل أثيم. على كل أفاك أثيم، مكرر كلمة تنزل. الملائكة تنزل الملائكة والروح، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الأمر الثاني، خير إياك أن تحصره في عبادة، خير من ألف شهر. لم يقل لنا في ماذا هذه الخيرية، هل هي في الصلاة، هل هي في الطاعة، هل هي في الأعمال، في العبادات، في المعاملات، في أي أمر. تركها الله سبحانه وتعالى هكذا حتى تتنوع في العبادة في هذه الليلة. فكأن المسلم الذكي أن يجمع كل أنواع الطاعات في ليلة واحدة لتحصل له الخيرية المطلقة. الأمر الثاني، الملائكة تنزل، الملائكة حصل شيء بينها وبين بني آدم، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد الدماء فيها. من يفسك من يفسد فيها، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم. ثم اقتنعت الملائكة وحصل عندهم علم اليقين، وهذا ليس تفسيرا وإنما هو اجتهاد من بعض العلماء. فالله سبحانه وتعالى قال لهم: انزلوا إلى الأرض، ومن وصفتموهم بأنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء انظروا إلى أحوالهم. فتنزل الملائكة فترى الراكع والساجد والمرتل والباكي والتائب والداعي والواصل لرحمه والمتصدق، ترى أنواعا من الطاعات، المجاهد وكل، فتفرح أن ترى طاعة، لأن الملائكة دائما في طاعة. لكن يحصل شيء آخر، لو سئلوا الملائكة: هل هؤلاء الذين يطيعون يعلمون تحديد ليلة القدر؟ ما لا يعلمونها. كيف لو علموها ستكون عبادتهم أكثر؟ هل رأوا ربهم؟ لا، ما رأوه. كيف لو رأوه مثلكم ستكون عبادتهم أكثر؟ هل رأوا نبيهم بالنسبة إلينا نحن؟ لم نره. كيف لو رأوه ستكون عبادتهم أكثر؟ ثم يحدث شيء آخر للملائكة، ما هو؟ أن يروا عبادات يفعلها الآدميون
يفعلها المؤمنون، يفعلها المسلمون، لا تفعلها الملائكة. الله أكبر. وطاعات. الله أحسن. ما هي؟ أحسن. هذه العبادات وهذه الطاعات، مثلا التصدق بالطعام. نعم. الغني يتصدق في ليلة القدر بالطعام على الفقير. نعم. هذا لا يوجد عند الملائكة، لماذا؟ لأنهم لا يأكلون. الأمر الثاني صلة الرحم، أنت تصل رحمك ليلة القدر، والليلة تبدأ من الغروب. نعم. هل الملائكة تصل أرحامها؟ ليس لها أرحام، لأنهم لا يتوالدون. كذلك تواضع هذا الوزير أو هذا الغني أو صاحب المال، لو جلس في تلك الليلة وأكل مع عماله، مع البسطاء، مع الغرباء، مع الفقراء، مع المعوزين، في ثيابهم الرثة، وهو معهم جالس على الأرض يناولهم الطعام، هل هذا التواضع عبادة يحبها الله وطاعة يحبها الله وإلا لا؟ نعم، الملائكة ليس عندها ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يجتمعون على الطعام. فكثير من الأمور، حتى حرقة التائب من ذنوبه الكبائر، توبته ليست كتوبة الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة ليست لهم معاصي ولا ذنوب، فيرون من الطاعات ما يبهرهم، فكأنهم ينتقلون من علم اليقين إلى عين اليقين أو حق اليقين أو إلى حق اليقين. شيخ سالم، عفوا بإضافة قليلة، مدام الحديث على العلاقة بالملائكة، نعم، كيف تكون هذه العلاقة ومن المستفيد ولماذا؟ أولا يجب نعرف أين تتواجد الملائكة، هل في الملاعب، هل في المقاهي، هل في الشوارع وفي الميادين كما أحسن الله. يجب أن تعرف أين تتواجد الملائكة، في المساجد، في حلقة الذكر، وأنت المستفيد. الملائكة تقوم بأعمال ربما أقرب الأقارب لا يقوم بها لك، الاستغفار والدعاء. الملائكة سبحان الله تدعو الإنسان وتستغفر الإنسان ولولده، وهذا من تكريم الله ومن رحمة الله، ولولده ولوالده وزوجته. نعم. والدعاء بظهر الغيب حتى هو ربنا وسعت كل شيء، هذا دعاء الملائكة حتى لما يدعو الإنسان، وهذه دعوة. إذا كان في إضافة بسيطة، وهي هل بيوتنا تصلح لاستقبال الملائكة في ليلة القدر؟ نسأل الله أن يكون ذلك. هل فيها ما يخرج الملائكة حتى لو دخلت أو لا تدخله أصلا؟ نحاول أن نعطر هذه البيوت، نحاول أن نخرج منها كل ما يغضب الله، نطهر ونعطر، نبعد كل شيء حرمه الشرع عن بيوتنا، حتى نعيش ولو ليلة نتلذذ بنور الإيمان ونور الملائكة ورحمة الملائكة. نعم. يا أخي الملائكة تريد أن تكون ضيفا عندك في بيتك، ألا تستعد لذلك؟ والله لو قيل لك إن فلان سيأتي لنظفت البيت وأخرجت كل شيء لا يحبه، فكيف إذا كانت ملائكة الرحمن؟ نعم نعم. كما هو معروف أن الملائكة إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، وهذه ندعو بها للمسلمين جميعا، أن يعزهم بدينه، وأن يأذيهم وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يجمع قلوبهم على الحق الذي يرضيه، يسخر الله سبحانه وتعالى لمن ندعو لإخوانه بظهر الغيب ملكا يقول آمين ولك بمثله، آمين ولك بمثله. فدعوة من أبينا وأخينا الحاج محمود لأن يتذكر المسلم إخوته المسلمين في داخل بلاده وخارجها بالدعوة الطيبة اللي فيها المحبة والخير وجمع الكلمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هادو إخوة علماء فقهاء، كل واحد يقول كلمة ياخذك مشوار وانت تتلدد. هذا منين؟ هذا من كرم الله، ربي وفقه باش يقول الكلام هذا، ربي يبلغ في رسالته. أخي المواطن اسمع، تقول الشيخ افتحها عليه ربي شيء طيب، ومرات تقول الشيخ يطالع مطلع فاهم، فأنك انت نسبت الفضل لغير الله، نقول افتحها عليه ربي، وافتحها عليه ربي باش علماء يقعمزوا ويذكرونا، هذا كله من عطاء المولى سبحانه وتعالى. وزي ما قلت يا شيخ سالم والحديث للسامعين، وهذه حقيقة. أخي المستمع
أن زي ما قال الشيخ المرأة تنظف الحوش لأنها جايتها فلانة وعلانة، جاي للحوش اليوم فاطرين عندنا العلماء الفلانيين تنظف وترتب. أخي المواطن نظف ورتب ونزك، نظف ورتب ونزك توبة نصوحة في أعمالك لدرتها. أقول له يا رب يغفر لي سمحني، تنظف السريرة هذه، وعلى ضوء تنظيفك للسريرة حيحقق أمانيك. لأن احنا عشنا في مجتمع يقول كان الصاحب لين يقعد نبي، يقول لين نبي ونبي ما يبقى الصاحب، وكان لعزب الطلبة الله لا ترحم اللي مات، والقياس مع الفارق ولله المثل الأعلى. قياس مع الفارق ولله المثل الأعلى. شوف يا أخي المواطن، صخرك ربي، شوف كيف تتلذذ في رمضان وليلة القدر وتلذذ في الأمور هذه. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا وحقق أمانينا يا رب العالمين. من ضمن الدعوات يا أخي الكريم، يا فضيلة الشيخ والإخوة الكرام، من ضمن الدعاء اللي ندعوه بين يدينا اللي نشوفه فيه وفي ما نشوفه فيه، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، السوريين، اليمنيين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أن تنصر وتثبت وتوفق لتبليغ كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر. إبليس الله يلعنه يا أخي المواطن، إبليس الله يلعنه، مع احترامي للجالسين والسامعين، إبليس اطلب ربي أعطاه. أخي المواطن إبليس اطلب ربي أعطاه، انظرني إلى يوم يبعث، من المنظرين انظرني إلى، قال له برا من المنظرين ما يعطيكش أنت، ما يعطيكش، لأن أعطاك نعمة لو راها لدونها استحضرها والعظمة فيها في فهمها. أعطاك الإسلام، كان طلعت يهودي ولا طلعت نصراني ولا طلعت مجوسي، نعم عليك ربي بنعمة الإسلام. وآخر كلمة نقولها يا إخوة يا كرام يا أفاضل، يا إخوة يا كرام يا أفاضل، يا مستمعين، يا ويننا، يا ويننا مش من العقاب، يا ويننا من الكرم، يا ويننا من الكرم، بدليل كل واحد منا فقد أمه، وأسأنا لأمهاتنا وأسأنا لأباتنا، لو ينوضوها بالقبر نقولها يمي سامحين، تقول لي بعد علي والشين درت لي أنت، ما درت لي إلا كل خير. لا يمكن تتفكر حاجة من الإساءة إليها. قياس مع الفارق ولله المثل الأعلى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا إخوة يا مستمعين، هذا الرب العظيم وهذه الأيام الطيبة كرم، والله يجازي عنا خير الجزاء علمنا. كرم لم يجد عندنا حق الشكر، فاللهم اغفر وارحم. نعم نعم، هو أنا بنقدم الحاجة هذه في تعلق الإنسان بالقرآن، وخاصة في قيام رمضان تعودنا أنه أقصر دقائق أسرع وخير وكذا، حتى سميت بعض المساجد، الحقيقة لابد نكون واقعيين، سميت بمسجد الطلقة وسميت بمسجد رجال الأعمال في خطب الجمعة وفي أوقات الصلاة وفي قيام رمضان، كل حرص على السرعة، وكل ما تلقى زحمة تقول لابد هذا في ختم، ويقروا في حزبين تلقاهم في آيتين وثلاثة مش حزبين في الركعة، تلقى يعني على السريع. فهل من كلمة خان الحاج الهادي لتعلق الناس وتشوقهم بتراويح رمضان وسماع القرآن، وخاصة وعندك أنت ما شاء الله من الأولاد والخير والأقارب من يحمل القرآن ويجيده ويتقن، وهذا موجود نعمة من نعم الله علينا، فلماذا لا نسخرهم في تقريبنا إلى الله سبحانه وتعالى وفي اغتنام هذه الفرصة الطيبة ليالي رمضان. نعم، بارك الله فيك، ملاحظة جديرة بالاهتمام. القرآن الكريم نور هذه الأمة، القرآن الكريم مفتي هذه الأمة، القرآن الكريم قاضي هذه الأمة، القرآن الكريم رحمة هذه الأمة. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لقد شكر الرسول صلى الله عليه وسلم من هجران القرآن، وقلنا سابقا أن الهجران القرآن يأتي بعدم القراءة والاستماع، بعدم التدبر، بعدم التطبيق، بعدم الشفاء، بعدم هناك عدة أساليب. نصيحتي لنفسي قبل غيري، التدبر في القرآن الكريم لنستفيد، ورتل القرآن ترتيلا. الله، لماذا ورتل القرآن ترتيلا؟ حتى لا يسبق الصوت المعنى. جيد وجميل حفظ القرآن، والأجود والأحسن التدبر في القرآن والعمل بالقرآن.
بصراحة أصبحنا نهتم بالقاري ولا نهتم بالقرآن، وهنا تحصل المشكلة. يجب تدبر في القرآن، يأخذنا صوت القارئ ولا نهتم بما يقرأ. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هل استحق هذه التفسير؟ تأمل سبحان الله، يشيب من الرضيع. فالتدبر في القرآن هو اللي مطلوب. لتحقق الغاية والهدف. نضرب مثل، لو أنك أرسلت ابنك إلى المحل التجاري وقلت له اشتري لي كيلو من سكر، وذهب ابنك إلى المحل التجاري ورجع وحضر لك كيلو ملح، ذهب إلى المحل ولكنه لم ينفذ الأمر، في شيء يأتي بالمطلوب. مطلوب. مثل ثاني، لو أن لك قطعة من الأرض ووالدك في مدينة خارج المدينة تسكن فيها، وبعث لك برسالة وقال لك يا ابني قطعة أرض أغرس فيها 40 زيتونة، 30 نخلة، 30 تفاح، وبعد سنة رجع الوالد من بنغازي، وبعد الاستقبال والترحيب قال لك يا ابني بعثت لك رسالة، فماذا فعلت بها؟ قلت يا أبي فعلا حضرت وصلت الرسالة وحفظتها من ظهر القلب، وأنت لم تقوم بتنفيذ المطلوب، أنت ما أطعتش أبيك رغم أنك حفظت الرسالة واستلمت الرسالة، لكنك لم تؤدي الغرض المطلوب وهو تنفيذ والعمل. فإحنا الآن في حاجة إلى العمل بالقرآن الكريم. الشيخ محمد بارك الله فيك، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. والله لاح بذهني بارق في الحديث أحب أن أذكره ولعله يتصل بسؤالكم، وهذا البارق وهذه اللمحة هي في الحقيقة كيف نستطيع أن ندخل رحمة القرآن إلى قلوبنا، إلى بيوتنا، إلى حياتنا، إلى تطبيقاتنا. الأمر كالتالي: الله جلت قدرته تبارك وتعالى في سورة الزخرف سمى القرآن رحمة في موضعين على التوالي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، المراد به القرآن. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ما رضينا المعيشة أن يقسمها أحد فقسمناها بينهم، المعيشة التي هي الأشياء المادية، فكيف نترك لهم القرآن يعطونه من شاء ويمنعونه ممن شاء؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون وهو القرآن. قل بفضل الله وبرحمته ممكن أيضا أن يفسر بالقرآن. نعم. فالقرآن رحمة، والرسول الذي أنزل عليه القرآن رحيم، رحيم ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. إذن القرآن رحمة وتكرر ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام رحمة ورؤوف رحيم، وأيضا الاستماع إلى القرآن رحمة العظيم المجيد الكريم رحمة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن عند نزول عند تلاوة القرآن رحمة تنزل الرحمة. نعم. وأزيدها وننزل. نعم. وننزل من القرآن، نعم، كل رحمة. هو شفاء. نعم. 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. نعم. ورحمة للمؤمنين إلى آخره. أيضا في هذه في سورة الإسراء. نعم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو هدى لمن ضل الطريق
وهو شفاء لمن كانت به علة، سواء كانت العلة قلبية أو بدنية. نعم نعم. فهنا الرحمة. الذي نزل به، الذي نزل بالقرآن أيضا يسمى روحا. روح. يسمى روحا. نعم. فالرحمة هي حياة الروح. نعم. القرآن الرحمة هي حياة الروح. في أول سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح أي بالقرآن، سماه روح. نعم. من أمره على من يشاء من عباده. فالذي فالقرآن روح، هذا معنى آخر. نعم. والروح ممكن أن تفسر بالرحمة. نعم. فالقرآن روح، وجبريل روح كما نقرأ في سورة القدر. نعم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى أن قال تنزل الملائكة والروح وهو جبريل. نعم. فالقرآن روح وجبريل روح، ونزل بالقرآن الذي هو حياة الروح. من خلال هذه التجاذبات في حول الحديث نفهم أن القرآن كله، أن القرآن كله رحمة وخير وشفاء ومودة. نعم. وهذا القرآن تذكرنا به هذه الليلة الطيبة المباركة التي ابتدأ فيها نزول القرآن وشرفها الله سبحانه وتعالى به. حديثنا لاحق إن شاء الله ومتصل بسابقه بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود مع إخوتنا في هذه الندوة الطيبة المباركة. حملة جاهد لمحاربة التطرف والإرهاب. حملة جاهد حملة يشرف عليها مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة، بالتعاون مع صندوق الزكاة فرع مصراتة. حملة جاهد حملة اختار لها منظموها شعارا ظرفيا يتفق أهدافها، فكان زكاتك جهادك في سبيل الله لدحر الخوارج والبغاة. حملة جاهد حملة تمولها مؤسسات وهيئات خيرية وحشد من أهل الخير. حملة جاهد شيب وشباب جمعهم حب الخير لوطنهم، تركوا وراءهم الأهل والأصحاب والخلان ليكونوا رفقة المقاتلين في ساحات الوغى. حملة جاهد. على بركة الله، عدنا والعود أحمد، ونستأنف الحديث عن الرحمة والسلام في ليلة الرحمة والسلام، ليلة القدر، مع شيخنا الشيخ محمد المحروق. نعم. ذكرنا أن القرآن رحمة. نعم. هو في آياته وكلماته وحروفه، وذكرنا أنه أنزل على الرحمة المهتة الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمنين رؤوف الرحيم. وذكرنا أن الاستماع إليه رحمة، فعند تلاوة القرآن الكريم نعم تتنزل الرحمة. نعم. ولذلك من أراد أن يأخذ ويستقي من هذه الرحمة عليه أن يكون دائما على صلة بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن يطهر بيته كما أشرتم، أن يطهر ويعطر بيته من أجل أن يكون مؤهلا لنزول الرحمة فيه. نعم. فما موقع سلام هي حتى مطلع الفجر؟ نعم. نعم. من هذا الكلام الذي سقناه ولخصناه، قلت في بداية الحديث
إن ليلة القدر ما كانت لولا نزول القرآن فيها. نعم. ولولا القرآن ما كان شهر ما كان شهر الصيام. فليلة القدر التي هي جزء من رمضان، ورمضان نفسه الشهر كله، هذه وعاء شر زماني شرف بالقرآن. نعم. الكريم وعاء زماني لنزول القرآن، لنزول القرآن الكريم. نعم. نعم ما شاء الله. فكل هذه الليلة وهذا الشهر وهذه الخيرات خير من خيرية مطلقة كما تفضلتم، والسلام، ما كان السلام أيضا في ليلة القدر إلا مرافقا لنزول القرآن فيه. نعم. الملائكة التي تنزل بالوحي. نعم. نزل معها السلام، فالملائكة طيلة تلك الليلة سلام، كلها سلام. نعم نعم. هي تسليم، وهي سلام بمعنى أمان، وهي نشر للسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى في ليلة القدر وفي كل ليلة، لعل كل ليلة أن تكون ليلة قدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن تعم الرحمة والسلام، رحمة القرآن ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة ليلة القدر. نعم. وبارك الله فيك شيخنا الشيخ محمد. ننتقل بالحديث للشيخ سالم. هذا السلام وهذا الخير في ليلة السلام التي تتنزل فيها الملائكة، ما موقف أمة الإسلام والسلام من هذا السلام؟ هل انتشر السلام في أرجاء هذه الأمة وفي المعمورة عموما؟ تفضل شيخ. أولا نريد أن نوجه رسالة. نحن عندنا جهاز اسمه أو محطات اسمها التواصل، وما يسمى بالمواقع الإلكترونية. بالمواقع الإلكترونية ونسميها التواصل. نعم. لكن الذي أخشاه أننا تواصلنا مع بعضنا وانقطعنا عن الله. فهل سيصوم جهازك؟ هل ستقفل الجهاز ليلة القدر وتتفرغ للاتصال المباشر مع القرآن؟ هل ستفضل أحاديث أصحابك وأنت أيتها الفتاة أحاديث صويحباتك على سورة النور وسورة المؤمنون وسورة الرحمن وسور القرآن؟ إذا فعلت ذلك هل تستحقين السلام؟ هل ستقول لك الملائكة سلام؟ هذا جانب. الجانب الثاني، وجه رسالة إلى المرأة. كلما اقتربت العيد كان هم كثير، لا أقول كل النساء، فكم من امرأة قائمة ليلها ذاكرة لربها ضائعة لزوجها عاملة بالقرآن ساترة لبدنها. لكن أوجه رسالة، أمكم وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا في نهاية رمضان أو في أول رمضان، سألته سؤالا الآن أكثر الأسئلة، هل نزلت ثياب العيد أم لم تنزل؟ ما هو المحل الذي نزل أكثر الثياب؟ ما هو الثوب الذي يشف ما تحته ويغلى ثمنه؟ لا بد أن نعجل سباق إلى الأسواق، وسباق من التاجر، وسباق من الزوج، وسباق من النساء. إلى أين؟ هل إلى ليلة القدر؟ هل إلى الجنة؟ هل إلى القرآن؟ عائشة توجه سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، وهي من هي فهما وفقها وعلما وذكاء، إذا أدركت ليلة القدر
ماذا أقول؟ ما سمعنا هذا السؤال في المساجد أو في غيرها. الكل يسأل عن الأموال، الكل يسأل عن الخلافات والجدالات، الكل يناقش على الصراعات الكلامية واللفظية، حتى تحول الدين إلى كتلة من الجدال كأننا في عصر الفلسفات. أما هم فكانوا يسألون عن العمل، يسألون ليعملوا ويسألون ليخلصوا. إذا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ وسألت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذكية في سؤالها، فكيف يجيبها الرحمة؟ انتبهي، الكلام لك يا أختاه، انتبهي يا مسنة يا صغيرة، انتبهي. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة سائلة والرجل الأكبر المجيب. نعم. ونحن نمثل هذا الدور. نعم. إن شاء الله. وهذا فن في الدعوة، لنكن مع النساء رحماء. لم يقل لها لا بد أن تختمي القرآن في تلك الليلة، لم يقل لها أتستطيعين 1000 ركعة، لم يقل لها تصدقي بجميع ما تملكين، لم يقل لها أذكر الله 10000 مرة، وكلها طيبة، لكنه الرحمة حتى في ليلة القدر. نعم، حتى في ليلة القدر هي رحمة، لخص لهم الزمن في ليلة، ومع ذلك ما زال هناك رحمة داخل الرحمة. كيف؟ قال لها يا عائشة قولي. انتبهوا، القول مهم، إياك أن تقول إن الله لا يؤاخذني بقولي، انتبه. فأثابهم الله بما قالوا. الله أكبر. قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء اختاره من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن اختاره؟ لأحب الناس إليه وأعلم النساء، عائشة. ومتى؟ في أفضل الأوقات وأجلها، وهو ليلة القدر. لا أدري كيف تغفل عنه المرأة، بل كيف يغفل عنه الرجل. كله سلام هذا الدعاء، هذا الدعاء يلخص كلمة السلام. والأمة لن تسلم إلا إذا قرأت القرآن بعيونها وتدبرته بعقلها وعملت به بجوارحها، عندها يعم السلام. هذا ما أردت أن أقول. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أبانا الحاج محمود، نحن أمة الإسلام والسلام، ونهفو إلى السلام، فكيف تقارن بين ما نهفو إليه وما يدعون إليه ديننا وما تمثلت فيه هذه الليلة، ليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر، مع ما نسمع أو نشاهد في المواقع والعياذ بالله الإباحية، وإن كنا لم نرها ولكن على يقين من وجودها، وما تنشره قنوات الفتنة في المسلمين جميعا وليس على بلادنا خصوصا؟ دعوة للسلم والسلام في هذه الليلة ومن خلال الإعلام بجميع أنواعه، مقروءا ومسموعا ومنظورا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف على كلام فضيلة الشيخ سالم، هذا القرآن وهذه ليلة القدر وهذه الليلة اللي فيها نزول القرآن، شو الاحتفالات في السماء وشو الاحتفالات في الأرض، شو الاحتفالات ما بين السماء والأرض؟ أمال لما يطبق القرآن كعمل كيف يكون؟ كيف تكون حياتنا وكيف تكون حياة غيرنا؟ ننسعد احنا ونسعد غيرنا بتطبيقنا لهذا القرآن. كان شركة من الشركات اخترعت غسالة، اخترعت ثلاجة، لما جابوها وعرضوها في السوق جابوا معها كتيب، كتالوك متاعها، ردها للكتيب متاعها. يا بار رب العزة قياس مع الفارق، ولله المثل الأعلى، خلق إنسان وخلق عبد. هذا هو القرآن كتاب. هذا القرآن. هذا أن في يوم من الأيام في واحد من العلماء في مدينة طرابلس، يقول الشيخ البلبلي كان مقري قرآن في جامع شايب العين، وهو يقرأ في القرآن يقرأ في القرآن، يوم من الأيام مرت عليه آية الشيخ خديه وعطيه فيها،
يا مالك، ما نجيبها عشان الآية. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الله أكبر الله أكبر. شيخ عالم ثاني الشيخ، شيخ عالم ثاني الشيخ اللي هو الشيخ البلبلي، تذكر الله مالك ليقضي علينا. هذه واحدة. وفي يوم من الأيام كنت في منطقة بومشماشة، في واحد ساعدني من الرصيف للرصيف، قعدت نقول له الله يعطيك والله يجيك، قال لي أهو أبوي في السيارة، تعال نعرفك عليه. جيت تعرفت على والده، وانا تعرفت عليه قاعد يحكي لي على الماضي والظروف الصعبة اللي كانوا عايشيها الليبيين. الليبيين كانوا فقراء ولكن كان عندهم عزة نفس، عزة نفس. الزكاة اللي هو الزكاة ما يخداش، يخاف منها. فقعد يحكي لي على الماضي وعلى الظرف الصعب اللي عاشه. قال لي في يوم من الأيام لما جت العيد الصغيرة، زوجتي الكريمة الله يحفظها ويحفظ أمثالها والله يجزيهم خير النساء الصالحات والعاصيات السيدة السابقة لهم في علم ربي الهداية، اللهم اهديهم واصلح رأيهم. قال لك قالت لنا نبو حوايج للصغار، قالها ما عنديش باش نشريها. شن دارت؟ خدت استرات. استرات مش تول نديروا فيها هيك احنا للزينة، استرات لأن كانت الناس كل واحد في دار بالكري يديروا في الستار بيستروا روحهم. جبدت الستار قال وخيطاتها للصغار بلادي عربيات، وهو يحكي بالحكاية دي بكي. ولده واقف قال له هيك بإيده، قال لك مسح له الدمعة بإيده. قلت له انزل اسجد لله، اسجد لله في اللي نزل في دمعة أبوه وانت تمسح في دمعة أبوه. هذه من المرأة الصالحة، هذا من الرجل الصابر، هذا 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 هذا. فهني دمعة أبوه، فهني ان شاء الله بإذن الله تعالى قادمين على عيد. شن يسموا فيها؟ يسموا فيها العيد الصغيرة. صحيح عيد صغيرة، أما لوامة العيد الكبيرة، مش العيد متاع الضحية. العيد الكبيرة اللي هو يوم القيامة، المولى سبحانه وتعالى يرتب لنا في الأمور صفقات. نعم. صفقات للآخرة. ليلة القدر هذه صفقة برضه. كيف يا رجل؟ نعم. كيف يا رجل؟ عظيمة. خيرات. ليلة. أنت بقى شن استعدت ليوم القيامة شن؟ أما هي. قد يكون بدعاء ليلة القدر المولى سبحانه وتعالى يسخر لك تحصل على قصر في جنب سيدنا أبو بكر الصديق. نعم. في جنب سيدنا عيسى. نعم. في جنب سيدنا موسى. نعم. في هالصفقات. نعم. ومن ضمن الصفقات، وإن شاء الله ربي يغفر لنا ويسامحنا، ولكن احنا طماعين في أكرم الأكرمين. فشي نقول؟ جزاكم الله خيرا. ويا أخي المستمع، يا أخي المشاهد، هذه نعمة من نعم المولى سبحانه وتعالى. الله يرزقنا الإخلاص وانتبه، ورب يسخر لك عبادة يذكروك يذكروك. ومحلى الود محلى المحبة. توا في بعض الناس في رمضان عندها سكر، في اللي عنده ضغط، في اللي عنده القلب، في اللي الدخان ما يقدرش يصبر من غيره، ويصبر منه ويجي العيد وتبذل الخيرات. لما يتفكر أنه رمضان صام إيمانا واحتسابا، قداش يفرح وقداش ينسى. نعم. هذه نعم. الأيام المباركة. بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يوفقنا لما يحبه ويرضاه. آمين. بارك الله فيك يا بن عز محمود. السلم والسلام، والفرق بين القنوات يا شيخ الهادي. معذرة. نعم. أريد الحديث عن الرحمة. والفقرة دي نذكر الشيخ محمد. كان نعم. الرحمة. الإسلام كله على الرحمة سبحان الله. نعم. دخول الجنة بالرحمة، فهل عرفنا نحن الرحمة؟ ما معنى الرحمة؟ هل نحن نعم. أهل الرحمة؟ نحور السؤال شوية باقتراحك هذا الطيب اللي لفت انتباهنا، أن بحاجة إلى الرحمة والسلم والسلام مع وجود أفكار ضالة ومضللة ومنحرفة، ونشكر المجابهين والمجاهدين فيها الحقيقة، مع وجود قنوات، لابد نذكر الإعلام والقنوات والصحف والمحطات والمواقع التي تنشر الفتنة وتنشر الرذيلة وتباعد بين الأخوة، وهذا كله مضاد للرحمة وللسلم وللسلام. شيخنا الشيخ محمد بارك الله فيك حول هذا المعنى. أنا كنت حسبت أن تسأل الشيخ لا الشيخ هذا هو اللي يبيك تتكلم عنه، كان لقى تكلم على الرحمة تحويلة يعني من الحاجة هذه. فلا بس. نعم. أسمع الشيخ محمد. نعم. حتى الفرق بين القنوات الحق مهم. الرحمة تعني
ليس أن نقرأها في القرآن الكريم أن نرددها بيننا في مثل مناسبة ليلة القدر. الرحمة تحتاج إلى أن تزرع بيننا، أن تنشر بيننا، حتى تمطر قلوبنا بماء الرحمة النمير الزكي. الآن هذا التحريض في وسائل الفتنة الإعلامية على اختلافها هو تقطيع للأرحام، والرحمة هي تعود إلى الرحم. أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت له اسما من اسمي، فمن وصله وصل الرحم، وصلته ومن قطعه قطعته. الذي يحرض على الفتنة، الذي ينشر القطيعة، يبث القطيعة بين الناس، ليس من أهل ليلة القدر، ليس من أهل رمضان ولا من أهل ليلة القدر ولا من أهل القرآن. لو كان ينتمي إلى هذه الأشياء كلها لكان في قلبه رحمة. من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن عز وجل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا تصل الرحمة إلا لمن يستحقها. نحن على يقين أن المشاهد الكريم على وعي وعلى قدر من الاستيعاب لهذه المعاني التي ذكرتها. نعم. وذكرها الإخوة وضاق بنا الوقت. هو حديث نعم. واحد فقط، اعتبر كلمة أخيرة بس ناخذ دقيقة. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. محفظ. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فصفة التجبر التي يرتدي بها بعض الناس، خاصة من يطمعون في الكراسي والمناصب، صفة التجبر مغروزة والشقاء، ولم يجعلني جبارا شقيا. التجبر مقرون بالشقاء، فكل جبار لابد أن يكون شقيا. بارك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من التجبر والتكبر، وأن يجعلنا من الرحماء. أمين. حتى نستمطر رحمات الله. أمين. تبارك وتعالى. بارك في شهرنا المبارك وفي هذه الليلة الغراء. بارك هل من إضافة دقيقة؟ نعم، إضافة دقيقة وقت. إضافة في من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا تبت إلى الله ورجعت تصبح علاقتك بالله مباشرة، لا علاقة البشر. من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى إذا أنت اعترفت أمام الله سبحانه وتعالى يرفع عنك الحكم. الاعتراف أمام البشر يوقع عليك الحكم، إذا اعترفت أمام المحكمة ولكن الاعتراف أمام الله يرفع عنك الحكم والعقوبة. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد وتنزيه واعتراف من سيدنا يونس عليه السلام. الاعتراف رفع عنا العقوبة والحكم. فاستجبنا له. لطيفة جميلة وبارك الله فيك. كلمة أخيرة في دقيقة والدعاء للشيخ سالم لنختم الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء لا يحتاج إلى طهارة ولا يحتاج إلى صحة ولا يحتاج إلى شيء، وإنما هذا من رحمته في اختيار الدعاء في ليلة القدر. فنقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. ألف بين القلوب واجمع الكلمة ووحد الصف
نسألك أن تنشر السلم والسلام في بلادنا يا رب العالمين. اللهم إن بلادنا وبلاد الإسلام تشتعل نارا من هذه الحروب، فاجعلها بردا وسلاما كما جعلتها لخليل الرحمن يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نقول ما قال أنبياؤك وأولياؤك، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ظالم ومعتد ومفسد. نقول اللهم اجعلنا من أصحاب ليلة القدر، وممن يقومون ليلة القدر، وممن يستحقون أن تسلم عليهم الملائكة في ليلة القدر. اجعل بيوتنا تستقبل الملائكة في ليلة القدر، اجعل قلوبنا تتنور بنور القرآن في ليلة القدر يا رب العالمين. اجعلنا من أهلها، واجعلنا من أصحابها، واجعلنا ممن ينال ثوابها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا، وانشر علينا رحماتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبي الرحمة ورسول الشفاعة، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بارك الله فيكم، لقاؤنا يتجدد في ندوة حول العيد إن شاء الله. لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.